السلام عليك يا أبا موسى يا إمام جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديع إن الله اشفع لنا إن الله يا وديع إن الله اشفع لنا إن الله يا وديع إن الله اشفع لنا إنما يريد الله لزبانكم رصا على البيت وتركم تفكيرا. اللهم لا نهزم. والصلاة والسلام علي أبا الحسن يا إمام موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. آمين. وقدمناك بين يدي حاجاتنا.